واحدة تانية يلا جنو مبتو قولي what is this man يا حلوين كيفكم ان شاء الله بخير رجعنا لكم فيديو جديد ومقطع جديد وكل شيء جديد نورتونا يا احلى ناس كيفكم ان شاء الله بخير اوكي يا حلوين اليوم المقطع هو عباره عن حرق الرويال جامون البتاع على هذا السكين شباب طبعا هذا السكين شباب اخذته من شوي من على البث المباشر حبيت اعمل لكم مقطع حلو اوكي شباب بالنسبه للبثوث المباشره هي على الفيسبوك اوكي وبنفس الوقت شباب هذا المقطع راح يكون فيه شرح الصعود الى الجراند ماستر عندي واحد شخص حبيبي صديقي بالكلان اسمه هيرو وصل لمرحله الجراند ماستر بنفس الوقت يا حلوين راح نشرح لكم كيف تطلعون للجراند ماستر وطريقه اللعب بالنقاط اوكي وبنفس الوقت الحصول على هذا السكين حظ خرافي شاب راح تشوفوا بعد شوي بالمقطع اوكي بنتشكر لكم جميعا ان شاء الله مشاهده ممتعه اشوفكم على خير وشي تاني شباب انا عامل مسابقة على اليوتيوب مسابقة على 20,000 جوهرة اسم المسابقة جنو نوتو التفاصيل المسابقة موجودة على الصفحة اوكي وشي تاني اول منوصل 50,000 مشارك على اليوتيوب راح نعمل بس مباشر شباب وراح نوزع هدايا وشكولاتة وبونبون ايتو نترككم مع المقطع يا حلوين سلامات طيب شوف شوف بالشغل هاي كفو والله اوه عندي 27 شباب نجرب شباب نجرب let's try نجرب ها شو 27 هاي جاموند رويال هاي شخصية البنت والله حلوة يا زلمة قولي سوني 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 يلا نجرب يا حلوين اوه 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 اه شيت يخرب بيت سنتك خسي عندي اياه عندي اياه يا زلمي عندي اياه والله فكرت جاني يا زلمي والله فكرت جاني يا زلمي يلا فرقنا بسم الله يا زلمي والله فكرت جاني يا زلمي عليك العون اوه لا لا اوه لا لا والله فكرت جاني يا سلمي خبيت سنتو يلا عشان نجرب واحدة تانية يلا جنو متو قولي what is this man yeah. شباب شفتوا فعلكم على البس مباشر يعني اوه ماي جاد الحصول على the heart of iron bundle oh my god guys ايه الحلاوة دي ايه الحلاوة دي يا معلم انت شباب يا حنان سواني شباب اروح البس واجيكم سوا على السريع سواني جايكم جايكم بلا جراند ماستر بلا بطيخ الله قول لا ثواني شباب قبل ما نركب شو نركب هون كنت مركب يا زلمة نركب اوكي anyway خلينا نركب بالوما نركب هاي يا سلام الله 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 هاي ما تلبس نظارة شايفين يا سلام يا حلوين شايفين شباب الله 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 وردة للحلوين سوني نركب لنا نظارة شباب ليش لا نركب لنا نظارة و الحظ الخرافي هذا اسمه شباب الحظ الخرافي يعني ما شاء الله على البث المباشر ركب لها النظارة ولا هالنظارة ولا هالنظارة ولا والله هالنظارة تطلع احلى شيء
يلا شباب نعمل جيم على الجيم جراند ماستر، كيفية اللعب، كيفية الجراند ماستر يلعبون. اوكي زائد زائد نشوف كيف الحصول على الشخصية الجديدة. يلا روحوا. ايه زلمة شو السرعة عم تخليني انت، يخرب بيت سنتك. شوف 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 هالسكين الجديد شوفه. سبعة رويال باس، سبعة جامر رويال جامر. شباب يلا شباب بعد اللايف شباب راح ننزل الفيديو على السريع على اليوتيوب. جيم جراند ماستر اند نيو، حصول على افضل السكنات من هذا. زبطونا على البال حلو شباب، هيك بدي عنوان هيك مرتب، شو رايكم؟ شايف هيرو؟ شايفه؟ هيرو جراند ماستر وما بعرف شو. شو رايك انه وصلك على البلاتينيوم؟ لا والله ما يسوى، اقسم بالله نوصلك يوم واحد ونرجعك. لا لا هذا الجيم إلي أنا، راح أنا القائد بإذن الله. هو القائد، هو راح يشرح لنا كيف الجراند ماستر راح يلعبون. أوكي فرجينا بما لك جراند ماستر زبطنا زبطنا، وفرجي فرجي الناس كيف تلعب، الناس اللي تحب يعني ترتفع للجراند ماستر. مو هيك شباب؟ صح ولا مزبوط شباب؟ يلا فرجينا. يلا جنونتو شباب. يا شباب بمناسبة حصولي على هذا السكين بعد شوي، راح اليوم على اللايف راح اوزع باذن الله تعالى صناديق اي كي دراجون دايم. اوكي لثلاث اشخاص، لثلاث اشخاص. حلو، هل يمكن الحصول على السكين الجديد بالبطاقه فقط خديجه؟ اوه حلو هالعنوان، حلو. استخدمت كم بطاقة شباب استخدمت؟ يمكن السبعة مو هيك؟ ها 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 ها. تعال حبيبي تعال شوف تعال. الصراحة السكين خرافي شباب، الصراحة كتير حلو. كتير حلو. كتير حلو. كتير حلو. هي أحلى وردة للمتابعين اللي عم يتابعونا، الكل عم يتابعنا. طبعا هذا الفيديو شباب راح أحطه على اليوتيوب بعد اللايف. يو 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 يو. طيب يا شباب يا ليكو. أيوة. المايك بين إيديك. المايك بين ايديك خيو. اول شيء لازم نعرف السكور، لازم نكون في مكان بعيد يعني ما ننزل جنب الناس، يعني نتشاهد الفايت من البدايه. يلا اوكي شوف اول شيء الفايت من البدايه ممنوع، ممنوع الفايت من البدايه. يلا خذ خذ الشوفير، خذ خذ الشوفير، خذ يا شوفير. شباب اذا يحب الناس تطلع جراند ماستر هي خبره. اوكي تتعلم من المجرب لا تتعلم من الحكيم. تفضل عم يقول لك. يلا هيرو افضل الاماكن اللي بنزل فيها وبعيده للناس كيب تاون، رغم انها تكون بعيده يعني بشوف ابعد مكان عن الطيار حتى لو كمل برجلي. عاد اوكي اوكي نسوي سبورت، نسوي سبورت شوي. نسوي سبورت. واذا تلاحظوا ان سكوري لما كان عالي شوي الجيم كان سهل، يعني تقريبا في سكواد او سكوادين اللي قوي. يلا ان شاء الله. اوكي ان شاء الله خير. شفت يا حسين بعمركم ما عاد وصلوا جراند ماستر لكن وصل انت تقدر؟ هو في عنده ناس تلعب حسابه ثاني. انا لا ما خرج، خرج كلات انا. لا عموره ما خرج، ما خرج جراند ماستر، بيميل بسرعه. بدك اوصل ما عندي مشكله، هسه بقلب على النقاط. كفو كفو هيرو، هيرو وحش. الله يخليك الله يخليك. كفو يا واحد، كفو يا واحد. اوكي شباب ثاني شيء انا بطل. سكوري 6000 يعني يبتدي من 5000 ما يزيدونه ولا شيء، يزيدونه تقريبا 10. طيب عشان تضمن انه يزيدك 10 كلها على الاقل لازم يكون عندك دامج تقريبا واصل ل 1900. شو بنسوي، شو بنسوي في هذه الحاله يعني لما ما نلاقيش ناس نفايت معها؟ نروح على البراميل وبنطيح اصحابنا، يعني بنضرب براميل على اصحابنا والدمج تبع اصحابنا بنحسب لنا كاننا دمجنا العدو. فهمت علي؟ مزبوط فهمت عليك. حلو. يعني حتى لو جبت كل واحد بس وعندي دمج من اصدقائي كثير راح يزيدوني العشرة كلها. حلو خلاص ابشر، اول ضحيه بين ايديك ابشر.
راح اختار اليوم طرزان وحسين راح اجرب فيهم البرميل. لا يا جربته ألف مرة فات وقتي. طب خلوكم جنب بعض، شو رايكم حسين وتاخرك جنب بعض؟ تعال تعال حسين كمل هيرو، كمل خيو، كمل كمل. ثاني شيء لما يكون في الفايت يعني في البداية ما فيش مشكلة، يعني صاحب السكور العالي يشوف لحاله ويجيب الكيل، يعني يشوف شو يسوي، يعني يسوي طريقه ويجيب الكيل. لما يكون مثلا فاضل 15 او 10 جميع السكواد بنتفاهم يعني وبندمج له حدا وهو نعطيه الكيلات، فهمت علي؟ اوكي حلو حلو حلو. خل نعطيه 2 او 3 عشان يضمن سكور. حلو. بالنسبة للفايت في بعض الأحيان ما يكونش عندك ما فيش امتياز انك تفايت، يعني وراك الزون ولا ما عندكش لوت كويس ولا كده، من الأحسن يعني تنسحب، أفضل تنسحب وتضمن سكور ولا تدخل في الفايت انت أصلا عارف انها مع يعني الكفة مش إلك، للعدو. اوكي اوكي كمل كمل، المايك عندك يا حبيبي، كمل. عندك اي نقطة تانية؟ تاني شيء يعني باللوت لما يصير لك ساعة، يخرب بيتك صار لك ساعة، صار لك ساعة بتقول تاني شيء، ما صار تالت شيء، خلصنا يا زلمة. قول تالت شيء. الله يفيد. هاي في درع اثنين. ايه درع اثنين نعطيه صاحب السكور العالي، وينه؟ هاي اوسيا. علي يعني لما يصير 20 ما فيش مشكله نخرج للفايت نهاجم لما نكون عندنا لوت حلو، بس نبقى سكواد يعني مجموعين. حلو. لو كان الجيم سهل جدا ما نفترى. تعال بدأت ترى هيك يعني التعاون بين سكواد تلج درع اير تبي ام بي كارونت، يعني ضروري التعاون ميد كيت، اذا ما في تعاون سكواد ما راح يوصل للاوبجكتيف تبعه. حلو حلو. رابع شيء الان وقت البراميل يا ساد. انا جاهز. شو نعمل براميل؟ فينيك في براميل احمر تاع، لازم اقتلك عليه ولا انت تقتلني؟ راح نروح عند البراميل راح تفسخوا الادرعه تبعكم الدروع وراح اعمل لكم النفق، يعني واحد ورا الثاني يعني الاول نفق. يعني شوف اعمل انا هلا، أنا اشلح ولا لا؟ انا انت اشلح درعك يا قلب، يلا اشلحك. الكاسك ما راح يشغلك شيء. يلا الشاب الثاني مين؟ طرزان. اوكي يلا طرزان، طرزان تعال 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 طرزان تعال. ما دخلني انا، ما عندي دعم. تعال يا زلمه وجع، تعال يا زلمه، تعال تعال يا وسخ، تعال يخرب بيت سنتك. تعال لحظه يلا ابعد 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 يا وسخ، والله قلت لك وسخ. ليش بتعمل معي؟ ليش؟ صدقني ما تخجل على حالك يا زلمه، صدقني ما تخجل. ليش بتعمل فيني يا زلمه؟ ليش؟ انا فكرت اوكي بمزح. كمان عبيت دمي يا زلمه، انا ما لازم اعبي دمي ولا لازم اعبي دمي؟ تعال نعطيك لوك، تعال تعال هات 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 عبي دمي. ما عندك دم؟ حسين يلا يلا حسين. حلو. لا حسين مدمج. لا ما مين اخذ دمجك؟ تعال مين اخذ مين اخذ الخوذة نمبر 3 يا وسخ من ناكله؟ تعال يلا هاته. نمبر 3 ترزان تعال يا وسخ، تعال انت. عليكم السلام ورحمة الله. يلا هات، شفتوا شباب كيف قتلني؟ يلا حسين يلا. خامسا هيرو راح نستنى شوية على الأصف، الآن وقت الفايت يعني خلاص، الآن نجلد يعني خلاص صار وقت الجلد. احنا واثقين من نفسنا راح نجلد كل شيء، يعني لهيك بنخرج في هذا الوقت، بس اذا كان سكواد يعني ما انك واثق منه ما تخرج لحدود يبقوا 10 14، فهمت؟ اوكي برو. بس في عندكم ثلج عشان متناقض الاوبن؟ جميل والله صراحه ثلج، لازم نسال قبل ما ندخل فايت نسال كلياتنا عندنا ثلج. انا مثلا عندي 2، مين يريد؟ انا اعطيني، انا عندي 0. اي واحد عموره هذا التورتي. ها عموره يا هيرو، قل له وقت نلعب انا وياك وين اروح؟ قل له يا هيرو، قل له هات. سادسا هيرو، سادسا يا
ما فيش سادس، انا في الفايت راح يبان كل شيء، يعني على حسب الوضعيه، على حسب الوضع، كل جيم ووضعيته يعني. اوكي برو. طيب ماشي. اللي وحده يعني مثلا سكواد كلهم مثلا طاح الاول والثاني والثالث والرابع ما شافوه، ما في مجال، ما يروح عليهم، من الاحسن يمشي يضمن السكور للشباب. وفي لاج في ناس. اوكي يا ابو الليل. تابعاً الفايت ان شاء الله راح تبان. ماشي. ثامناً. اسألوا مثلاً، عندهم أسئلة يسألوا راح. عندكم أسئلة شباب على التعليقات شباب، لأن كل الناس تحب عندهم أسئلة، تحب الناس ما تعرف شباب، نحن نحاول نساعدكم شباب. فهمتوا علي شباب؟ كل الناس تلعب بطريقة، بعرف يا أخي كل الناس تلعب بطريقة، بس في ناس ما بتعرف يا أخوي، في ناس ما بتعرف. يعني شباب الناس الفهمانين وفاكرين حالهم توب 1 وكل مش عارفين، خلاص خلوكم على جنب اسكتوا، الناس اللي ما بتعرف شباب خلي يعني تسترزق تفهم تتعلم، لا تكونوا هيك. بعرف نص اللايف بيعرف هالشيء، بس شباب للناس اللي ما بتعرف يعني اعطوا فرصه لناس تسال اسئله نرد عليهم نسولف وياهم. فهمتوا علي شباب؟ لو سمحتوا انا كمان بعرف انه هذا اللي عم بالسكور، بس للناس اللي ما بتعرف. اليسار تعالوا عندي شباب، تعالوا يلا تابعوا هيرو، عند هيرو عند هيرو. فهمتوا علي شباب؟ بوس روحكم. هم حاطين تلج. يلا ما بعرف ما بعرف ما بعرف تابعوا قول لي وحش، في ناس اكيد راح يضربهم من تحت او شيء. لا فوق 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 فوق. ها كفو كفو طرازة. لو سمحتوا شباب خلوكم بي كول. انا كده كومبلي يعني عندي كيلين، حخلي كيل سكواد. اوكي يعني كم لازم يكون عندك كيل يا ابو الليل؟ كم لازم يكون عندك كيل اجماليا؟ يعني كم لازم كيل يكون عندك؟ مو مهم الكيل، المهم الدمج. بعض الاحيان يكون عندي كيل واحد، يكون عندي كيل واحد بس لما اسوي طريقه البراميل يعطوني البلوس كومبلي كلها. ايوه ثلج هيرو ثلج. عندي واحده بس، والله عندي واحده. يلا خلونا نعطون. عندي اثنين تعال. كان في ثواني شباب. ونصيحه مهمه. ايوه تفضل. اذا كان في ناس أيوة. يحاولوا يتفادوا الاوبن، يعني ما يبقاوش في الاوبن، يحاولوا يجلوا. اوكي طب ماشي، هاي بالنسبه للناس اللي بتلعب سكواد، بالنسبه للسولو ديو وهالاشياء نفس الشيء؟ نفس الشيء ابو اللي عم تسمعني؟ يمكن صار عنده ضجه وسكر المايك. هيرو يو هير مي يو هير مي. اوكي شباب اللي ما فهم شباب يحط الاسئله شباب، اسئله يحب يسال شباب تفضل يسال، نحاول نرد عليكم شباب. على التعليقات شباب، كل الناس تحب تسال على التعليقات شباب. هلا والله بالحلوه. سيارة. نزلتوه؟ دفعوا عليه. اوكي هذا وين جاي هذا شباب؟ ممكن حدا يفهمني؟ هذا يا علي سكواد يلعب الكيل. هذا يا علي سكواد يلعب الكيل، لما يشوفوا الجيم هيك سهل بيفترقوا بالسيارات. اوكي يدورون الجيم كله سهل بس ما يعرفوا انه الجيم سهل، ضروري في سكواد يعني هيك يلعب سكواد. اوكي كم من مره لعبنا جلوبال، لعبنا مع الاول والثاني والثالث والرابع، كنت سالتني شي سؤال قلت ديو او سولو. شوف مجد الدين عم يقول هلا اذا واحد دمج حاله بقنبله يصير اخي، هيك عم يكتب. خرب بيت سنتك. اه
يصير بس دماج يعني راح يكسر ما ولا شيء يعني درعه اصلا راح ينزع اذا راح يطيح بالقنبله لازم صديق يقومه بس احسن طريقه هي البرميل اوكي في طريقه البرميل تحط جنبه لغم وتضرب باللغم يعني تقريبا كانه يضاعف لك الدماج حلو تفضلوا بالنسبه للسولو ما انصحكم تلعبوا السولو والله لان السولو فيه مشاكل كثير شو الغدر يا اوكي يعني الناس اللي تحب تلعب جراند ماستر الافضل شيء تلعب ديو او شيء ديو اذا كنت مع صديقك برو يعني محترف وانت محترف احسن شيء ديو يعني في الفلوس مضمون يعني حتى لو يكون توب 5 او توب 6 حلو حلو لازم تكون من توب 3 وتكون عندك دماج وكيلات ضروري حلو في ناس قدامنا شباب في ناس قدامنا يلا انا راح اتفرج بس يلا وقت عباد الله هاو 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 عند البرج عند البرج وان داون والله كيف تشوفين يلا واحد حاط ثلج عندي ناس Good job شباب Good job اوكي شباب هيك كانت الجيم طبعا كل الجيم شباب فيها كانت شروحات وكيف اللعب الجيمات الجراند ماستر كيف الجراند ماستر يلعب كل جيمات يعني بالعادة كيف يلعب شباب ان شاء الله تكونوا استفدتوا كثير بهذا الجيم شباب هذا الجيم كان فقط شرح للوصول على جراند ماستر كيفية اللعب كيف الجراند ماستر بيطلع